أكتر شيء بيلفتني بس نجي على البرايم هو قديش بيحتاج شغل عشان نطلع لايف، يعني اللي عم يشتغلوا هون مع المخرج مع المنتج وكلهم مع تواصل مع بعض، وإذا في مشكلة واحدة صغيرة اللايف كله بيخرب. ف يعني ما انه موضوع هين ابدا ان الواحد يطلع لايف. احنا لما بنصور الفيديو بتاعنا بنكون واحد او اتنين وبنبقى حاسين ان احنا كده خلاص، يعني ما فيش مننا، لو معانا كاميرتين بنحس ان احنا هنفتح شركه انتاج. بس لما جينا بصينا هنا في الاستوديو لقينا قد يعني 17 كاميرا و90 الف مخرج، لا احنا لسه بدري علينا يعني، بس بنحاول. من 2015 بطلع مقابلات تلفزيونية بسوريا، بس مو مثل هالبرنامج، هالبرنامج كتير يعني أضخم، وأنا صرت كتير أخذت وش على الكاميرا، ما عاد إلها رهبة أبداً. طلعت في مقابلات في تلفزيون في كذا قناة، كانت مرة شيء حلو، بس المرة هذه يعني في شيء حسيته غير عن الأشياء اللي أنا سويتها قبل. كثير مبسوطة بهيدي التجربة، بتعلمنا كثير اشياء وبتشتغل على شخصيتنا كمان، نطلع مثلا على ستيج نحكي، كثير بستفيد من هيدي التجربة. نحن هلا بالبرايم السادس بالريهرسلز وعم نحضر لللايف. مالغري كو هذا البرايم السادس مازال كاين ستريس تاع قبل اللايف، فرانا متوترين شويه. متضايق ان احنا في الاخر هنبقى تسعه زي كل مره بنقل واحد. صرنا نحن مثل وان بيك فاميلي، فعن جد كل ما عم بيغادرنا حدا عم نتأثر، وفي أشخاص يعني صاروا عنك يعني إخواتي إخواني، ما بحب إني أخسرهم. في الأسابيع اللي فاتت كان كاين اختلاف بسيط، مشاكل بسيطة بيني وبين جينان، أنا كنت شوية متعصبة منها، بعدين رحت اعتذرت منها وقلت لها جينان سامحيني راني تكلمت عليك وكل شيء، وأنا قلت له أنا كمان سوري، أنا أصلاً ما بكرهها لو ابدا ما بكرهها، بس انه يعني هي غلطت علي، فانه انا عملتها بالمثل. ونظن باللي احنا كانفلونسرز لازم كامل ننشروا رساله واحده، كامل ندعيوا لحاجه واحده، فما جايش يكون بيناتنا خلاف. اذا كانت نور بمرحله الخطر لا ما راح صوت لها، ليه؟ لانه كل المشتركين هون وايا، وبعتقد هي الاضعف يمكن، فبصوت للشخص اللي راح يكون معه. الأجواء تنافسية هيدا الأسبوع، لأنه في تحدي بيني وبين راشد على مين بده ياخذ المركز الأول. تحدي هالأسبوع أحس إنه يعني شيء قريب مني، لأنه عندي فرص كثيرة وأقدر أسويه فيه، فإن شاء الله إنه بيكون شيء سهل وحلو في نفس الوقت. الحلو في الموضوع انه اجواء الريهرسل كثير بحبها، لانه بنقعد مع بعض، طبعا بنكون شايفين فيديوهاتنا، بنقعد نشوف فيديوهات بعض، نعطي ارائنا لبعض. لو بدي احكي مين عم بيكرر حاله، ممكن عم بحس زاهد شوي بلش يكرر حاله. الصراحه صعب جدا اتوقع انه الفيديو تبعي راح يحافظ على المركز الاول. بالنسبه لي اضعف فيديو لهذا الاسبوع هو فيديو نور، ولكن بسبب انه غيرت ستايلها هذا الاسبوع، يعني صارت تتكلم قدام الكاميرا. احس التكلم قدام الكاميرا يضيف ضعف كبير في الفيديو. أسوأ فيديو هو تاعي، وربما زاهد مشي أسوأ، ولكن استعمل بزاف فيديوهات من اليوتيوب، فما وراش أشياء هو اللي درعه، فأظن ما يستحقش ربما مقارنة بالآخرين أنه يبقى في البرنامج. احنا في العرض المباشر السادس، يعني في البرنامج ده هتلاقي مثلا ناس ممكن تكون في المراكز الأولى والأسبوع اللي جاي يكونوا في المركز الأخير ويطلعوا بره. بمعنى أنه هي فكرة اللي بيتعلم واللي بيطور من نفسه هو اللي بيتقدم. المنافسة عم بتزيد عن جد، بطل في مجال، لأنه أي حدا عم يتطور أبطأ من غيره أو ما عم يتطور عم يروح على منطقة الخطر. مواضيع كتير شيقة بالنسبة لي، يعني تحدي ولا تحدي. موضوع الريسايكلينج موضوع كتير مهم، حتى نحن بنتعلم، بنشوف اشياء جديده بنصير بدنا نعملها. هن كانفلونسر وحتى يلي عم بيتابعون كمان ياخذوا معلومات ممكن يستفيدوا منها. خلصت ميك اب وشعر مثل ما شايفين، ثواني قليله وبنرجع نطلع على ستيج على اللايف السادس.
بعد 6 أسابيع من غيابي على البلدي الجزائر اشتقت للخدمة تاعي، اشتقت لعائلتي قبلها، اشتقت لأصدقائي، اشتقت الحياة اليومية، واشتقت كيفاش نخطط للسفرة الجاية اللي حنديرها. أكثر شيء مشتاق له هو ابن أخي تيم. وحشتني البامية بتاعت أمي والله، رغم إني ما بحبهاش بس وحشتني. سيارتي صار لي شهر ما سايق سيارة. بالنسبة لي أنا لو كنت حكم من حكام المسابقة راح أختار الجماليات ككرايتيريا أحكم بها على الفيديو. أنا لو في لجنة الحكم أكتر حاجة هركز عليها هي الفكرة، لأن الفكرة وطريقة تنفيذها بتعبر عن الشخص. أكيد راح نركز على المعايير الخمسة، ما نروحش بشكل عاطفي، معناها إذا كان واحد مصور مليح نعطيله مليح على التصوير، ولكن إذا كان المحتوى مش مليح نعطيله النقطة اللي يسحقها المحتوى، وهيك يعني يكون توازن في محتوى الفيديو، لأنه مو كل شيء تصوير ولا كل شيء الموسيقى. الموسيقى الباك جراوند تاعت الميوزك والمحتوى الموضوع كيف يتقدم. احلى جزء بالاسبوع بالنسبه لي هو لما نجي على البرايم، لانه خلص انه قدمنا كل شيء وارتحنا واللي بده يصير يصير. صف ايميل هو اكثر حاجه نحبها كل اسبوع ونستنى الصف تاعه بفارغ الصبر. بغض النظر عن التوتر النفسي والضغط اللي بكون فيه، لحظه سيرين جزء لنا التحدي بيقول انت بدي بلش اسوي الفلوج تبعي، لانه بكون اوريدي محضره الفكره ومحمست لها. يوم تسليم الفيديوهات لاني انا اكون جاهز ومخلص، فاجلس اتفرج عليهم واضحك لانه لسه ما حد خلص ولا حد، فاكون مبسوط اكثر. هذه وقت اكون مبسوط فيه. لو هيخيروني انا بجد عن موضوع التحدي الاسبوع الجاي، انا عيد ميلادي الاسبوع الجاي، فيبقى عن عيد ميلادي عشان انا شخصيه مهمه جدا. طبعا تسوي فيديو كليب على اغنيه او انه تسوي دعايه تلفزيونيه، احس فيه يعني تغيير شوي، والواحد بيتحمس بتشوف كيف طريقه التفكير وكيف طريقه التصوير وكيف الاشياء اللي قاعد يفكر فيها. نقي التحفيز، لانه في كثير عالم بدها تعمل شيء بس بتضلها قاعده بالبيت وما بتبدل شيء في حياتها، فرساله التحفيز بحد ذاتها رساله جدا كبيره. اذا صار لي انه انا اختار تحدي هالاسبوع كنت اخترت عماله الاطفال او التسول. بدي اختار شيء عن الايجابيه، يعني اللي شوف الفيديو يقول واو. اختار الربيع لانه هو اكثر فصول المفضله عندي، وهيك بيعطيني طاقه وايجابيه، فبحب اعبر عن الربيع بفيديو واقدمه للعالم لاعطيهم ايجابيه. ومن السعودية مع زاهد فيلم بان عن فئة الثقافة والعلوم، ناطرين نشوف إذا رح يبهرنا الليلة كمان ويحافظ على المرتبة الأولى. جدا متوتر، ما أقدر أتوقع إيش النتيجة وما أقدر أستني عشان أعرف. يارا شفتي زاهد نجم بالفيديو اللي قدمه؟ أكيد نجم زاهد، ودايما أسبوع لأسبوع عم بي يعني عم بيأكد هيدا الشيء، ودايما عم بيكون عم بتكون أعماله بتزودنا بمعلومات جديدة. حبيت إنه أنت حطيته كأنه إذا نحن ما عملنا ريسايكلينج نحن عم نخالف الطبيعة، يعني نحن ما عنا خيار. حبيت صحيح كيف وصلت هاي الفكرة. بحب كتير البانش لاينز تبعك إنه خليك نجم ريسايكل، دايما عندك شيء بالنهاية بحبه. الفيديو ده يعني عبقري، لو جاب البروز والكونز بتاعت اللي احنا بنعمله في الطبيعه، وفي الاخر البانش لاين خليك انت النجم، يعني انت زي الستار اللي بتعمل ريسايكلينج في نفس الوقت بوزيتيف مسج فيها. فانا شايف انه ده اتس ون اوف ذا موست بريليانت فيديوز ايف سين سو فار. ثانك يو ثانك يو. شكرا شكرا لك وائل. خلينا نشوف معدل العلامات اللي بتحصل عليها. 70 على 75. ما توقعت صراحة إني أجيب 70 مرة تانية، بس الحمد لله قدرت، يعني بفضل الله قدرت أحقق أو أجيب 70. أنا توقعت درجة أقل من كده، بس الحمد لله إنه جابت 70، يعني هذا يحطني بإذن الله في المراتب على الأقل الثلاثة الأولى. وهلأ مع نور الدين أمين من العراق نرجع لأجواء المنافسة، لكن هالمرة على طريقة نجوم الفن السابع وشاشة السينما. شعور كلش حلو انه زاهد ماي روميت اخذ 70، الفيديو مالته حلو ويستاهل 70، واني فرحان له كلش. متوتر جدا، ما بعرف راح يصير، ان شاء الله خير. بداية مع فايا، كيف تميز نور الدين بهالفيديو؟ بكل شيء، انا كثير حبيت الفيديو تبع نور الدين، كل شيء، طريقة التصوير، الايديتنج، الفيلم اللي حكيت عنه، كثير بدي اشوفه هلا، كثير مبدع على الفكرة.
انت من الاشخاص اللي عن جد كل اسبوع يعني منقول شو رح يقدم، يعني دائما عم تبهرنا كل اسبوع بفيديو احلى من قبل. الفيديو كتير حلو، كتير مهضوم، في معلومه جدا مفيده، كتير حلو. والفيديو ده من احلى 3 فيديوهات لغايه دلوقتي شفتهم في الموسم ده كله. الفكره كلها بالاديتنج بي 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 يعني شكرا. 5 من 5. يا هلا زاهد اخذ 70 على 75. نعم. لنشوف اذا رح تحصل على اكثر من 70 كمعدل. 74. واو، عليه بوحده كنا سكرنا السكور. نور الدين. اول مره بحياتي اكون سبيتشلس، ما اعرف شو اقول. صراحة فرحة، يعني ما أعرف، فرحة خيالية، ما أعرف ما أعرف شو أقول. جدا فرح وجدا فرحان إنه حبوا الفكرة، وصلت لهم الفكرة وحبوا الفيلم، ويعني حكوا عن الأديتينج وعن التصوير وعجبهم كل شيء، يعني جدا فرحان جدا. كثير كان حلو يعني، وأبهرنا فيديو نور الدين. أول مرة حدا بياخذ 74 من 75. يمكن هالعلامة حلو إنه يعني ما اخذ 75 لحتى بس يكون عنده حافز يشتغل اكثر، بس انا برايي وصل لمرحله كثير منيحه، وكل شيء كان حلو يعني، جماليات الايديتنج، كيف دخل شخصيه من الفيلم على الفيديو تبعه وصار يتحدث معه، والنصيحه اللي اعطانا اياها نحضر فيلم هالقد طابق على موضوع الريسايكلينج. فبرافو نور الدين. وهلا مع جنان وكيل من سوريا بننتقل بالتحدي لفضاء الكلمه والشعر. زاهد 70 ونور الدين 74، انا رح كون بالنص ان شاء الله. انا عاجبني الفيديو تبعي، ان شاء الله يعني توصل الفكره منه ويعجبه، لانه انا طارحه شيء جديد. بدايه مع يارا، وصلت لك العبره؟ كثير حلوه، كثير مؤثره. رساله دغري بتوصل، ارض اللي عم تحكي قد ايه مؤثر هيدا الشيء، وانت عم بتردي وتجاوبي عليها كمان لايك حلوه. بس فكره الارض وهي بتتكلم قلبت كرتون شويه، فده يعني اوقات لو افورتي في الفكره ممكن تقلب ضدك، انه الموضوع يبقى ساخر. يعني فكره الارض وهي عماله تتكلم كده، انا كنت معاكي في الموضوع، بعد اول ما شفتها ابتديت اضحك. جنان من اكثر الناس اللي تطوروا من اول فيديو، بس في شيء ملاحظه يعني رجعتي وقعتي بالفخ هيدا، انه كثير شيء مباشر. مثلا حسيتي لازم تفرجينا الارض هي وعم تحكي، ما كانت فكره الحوار كثير حلوه وواصله الفكره، الارض والانسان عم يتحدثوا. على 75 60. انا هلا بالمركز الثالث، اخذت 60، كنت بطمح للاعلى اكيد، بس فعلا ما عن حق بموضوع المباشره، انا كنت لازم يمكن احذف هذا المقطع اللي الارض فيه بتتكلم. مرتاحه انا هلا انه خلص ما بقى حانزل بالخطا. مع سمر أنطون من لبنان بانتظار نصايح مفيدة وصحية ضمن موضوع التحدي وفئة الويلنس. كثير محمسة لأعرف شو بدها تقول فايا ويارا وكمان وائل، ويلا إن شاء الله خير. هيدي الاشياء بتهمني، انا بعملها بالبيت. الكرز هيدي ما بعرفها، هي معلومه جديده. الفيديو مهضوم وفي معلومات بتهمني. كثير حلو التصوير من فوق، انا كان دائما تعليقي انه بحس في شيء مونوتون. لا هالاسبوع حسيت كسرتي هذا الشيء، كان في شغف اكثر انت وعم تحكي، حبيت كثير. الكونتنت بتاعها من افضل المحتوى اللي موجود في البرنامج. اذا سمر عندها شانل اي وود سبسكرايب. بنشوف قد ايه على 75 سمر انطون عن فئه ويلنس. 66. ثانك يو. كثير كثير مبسوطه، وخصوصا انه وائل قال انه في هذا الشانل هو سبسكرايب، سو كثير كثير حبيت. وانا بقول لهم ثانك يو على their comments، وان شاء الله كمان جماعه الجاي بيكون احسن. مع عبد الرحمن الحريري من سوريا بنشوف شو حضر لتحدي الليله باسلوبه الرياضي. هذا الأسبوع أسبوع تكسير، يعني
بما انه في اثنين هو بعتقد وانا مره لهلا في اكثر من اثنين اخذوا بالسبعينات بنفس الاسبوع، ف بعتقد السبعينز out of the discussion right now. ان شاء الله انزل بمنطقه الستينات. نور الدين 74 كسر السكور تبعي اللي هو 73، مبسوط له كثير لانه عن جد بيستاهل. الفيديو تبعه رائع، ما كان فيه ولا غلطه، برافو عليه. فايا اقتنعتي بالاقتراح يلي قدمه عبد الرحمن؟ معلومه جديده، بس انا حسيت انه هي معلومه واحده اخذناها ويعني اشتغلنا فيها كل الفيديو، حتى اخر شيء شفنا بس الدولاب هيك، بس بالاخير شفنا اعاده التدوير. إيه شو ما يعني ليه ما ضفت شيء؟ حطينا انه بس شفنا اعاده التدوير. فكره كثير حلوه، حبيت الفكره، لانه مثل ما قلتوا انه هيدي اذى شيء وكثير بيؤدي لتلوث كثير كبير، فالفكره حبيتها وحبيت انه كيف نستفيد منها بالرياضه وحمستني هلا. يلا بسرعة بسرعة. Thank you. It's a safe video بالنسبة لي، يعني هو safe، مش حاجة تحطك في التوب ولا تحطك in the bottom. مع الكونتنت بتاعك لو اشتغلت على الجرافيكس دي الجماليات كلها هترجع زي عبد الرحمن من اسبوعين. المعدل يلي حصلت عليه على 75 53. علامتي 53 طبعا ما كنت متوقعها، بس ان شاء الله ما انزل منطقه الخطر مع ساره. طبعا ما بتمنى حدا ياخذ علامه اقل مني، بس اني انزل منطقه الخطر مع ساره ما بعرف شو بدي اقول. بين الحب والاكل بختار الحب. الحب. بختار الاكل. اكيد الاكل. بين اني ارجع للاكس وبين اني ادعسه بالسياره، ادعسه بالسياره مرتين. ما حبيت من قبل اصلا. ادعس الاكس بالسياره. بين شاورما مع توم شاورما بلا توم، اكيد بختار شاورما مع توم، مع انه بلا توم. بدون ثوم. شاورما مع توم. لا شاورما بلا توم. بين ان نخلص من الفاشينيستا او البيرسونال ترينرز، لو فينا ندعس الفاشينيستا بالسياره يكون احسن. ما فارقه معي، ما بهمني. نخلص البيرسونال ترينر او فاشينيستا، الاثنين ما مقابلهم بحياتي، ف ما يهمني. بين الكراش والمليون دولار، المليون دولار، للمليون دولار جيب 100 كراش. بين الكراش والمليون دولار بختار. اكيد المليون دولار. بين المليون دولار والكراش، المليون دولار. الكراش. بين السلطة والبيتزا اختار السلطة. اكيد بيتزا. بيتزا فور لايف. اختار بيتزا مع اني دايتيشن، بس اي لاف بيتزا. بين ديسباسيتو وثلاث دقات بختار ديسباسيتو. كنت بحب ثلاث دقات بس سارة يوسف غنتها فديسباسيتو. ديسباسيتو. الصراحة لو خيروني اسمع بينهم وبين اني اموت اختار الموت. بفضل انه اسمع مقطوعتي لفريدريك شوبان. لما انا فيق من النوم ما حد يقرب مني. وقتها بكون كثير مبسوطه، بس وقتها فت على نجوم بلا حدود عم قوم هيك يعني بدي نام بعد. بدي نام. كثير بكون مبسوطه ورواق. حسب، مرات ما اريد اكره العالم، مرات احب اغني واسولف. لما جوع كثير عادي دايت. لما بجوع كثير يعني احزر واكيد ما عصب على الكل. المفضل انه ما حدا يحكي معي. بفضل ما حدا يحكي معي. ما اعرف ولا احد، ولا حد يقرب مني. اذا بزعل مرات توصل اكسر التليفون ومرات اطفي التليفون. بعمل ثلاث شغلات، يعني بطفي التليفون، بشيل الصوره على الواتساب وما بحكي حدا. ابكي. اذا زعلت بطفي التليفون. ما ببكي ولا بشيل صوره التليفون، بعمل جلسه استرخاء. لما بطلع بالمراية بهالأيام مرات أقول شو هالقرف، مرات أقول شو هالجمال. وقت أطلع بالمراية بقول شو هالقمر. لما بطلع بالمراية بقول أنا لست لهم، أنا لي. أقول شو هالقرف. لما بطلع بالمراية بقول اللهم حسنت من خلقي فحسن من خلقي.